مشاهدي قناة شوف تيفي، أهلا ومرحبا بكم على الهواء مباشرة في الصفحة الرسمية لقناتكم شوف تيفي في حلقة جديدة من برنامجكم الرياضي والأسبوعي. ضيف خاص في هذه الحلقة غادي نخصوها المستجدات وآخر المعطيات اللي غادي يكشف عليها ضيفنا لهذه الحلقة محمد بودريقة، الرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي. محمد بودريقة أهلا ومرحبا بك معنا. مرحبا وشكرا على الاستضافة ومرحبا بالمشاهدين الكرام. شكرا بودريقة على الاستضافة. فبالمناسبة من بعد الندوة الصحفية اللي قدمها سعيد حسبان الرئيس الحالي لفريق الرجاء البيضاوي، فكان اتصال محمد بودريقة للرد على العديد من الأمور اللي كانت ذكرات في الندوة واستجب لها، ومن بعد طلب الحوار المباشر اللي قام به محمد بودريقة على قناة شوف تيفي فلبى الدعوة للمرة الثانية على التوالي، وكيحضر معنا اليوم الإجابة على كل الأسئلة ديالكم. وبودريقة يعني في أول الأمور اللي نقدروا نتناقشوا بها البداية ربما الأزمة للفريق الرجاء البيضاوي حسب المعطيات اللي كيتكلموا عليها الجماهير، بعض الجماهير الرجاوية هو السبب ديال الرحيل ديالك عن الفريق الرجاء البيضاوي. أشنو اللي خلاك تمشي للرجاء وتخليها في هذا الوضع هذا؟ أنا الحمد لله، وبالمناسبة كنبغي نشكركم على الدعوة، وكنبغي نشكركم كذلك على أن المنبر ديال شوف تيفي كان دائما في تواصل، ودائما على أنه كان في تواصل وفي التواصل مع الحقائق اللي هي في كثرة المغالطات اللي كاينة. الرحيل ديالي على نادي الرجاء الرياضي كيف ما كتعرفوا جاء بعد ما أنني كانوا كثرة ديال المشاكل في نادي الرجاء الرياضي، واللي خلاتني انني نسحب من الرئاسه بوحديتي، ماشي شي واحد يطلب منها مني ولا شي حاجه، فقط لان كثره الضغوطات خصوصا الضغوطات الداخليه. لان كتعرف بان نادي الرجاء الرياضي كانوا مشاكل مع المنخرطين، كانوا مشاكل مع الرؤساء السابقين، كانوا مشاكل مع المكاتب السابقه، كانوا مشاكل حتى مع الجامعه الملكيه المغربيه انذاك. اذا هاد الامور كلها وهاد الظروف كامله كانت كتخليني على ان مصلحه ديال فريق الرجاء الرياضي على انني نسحب من الرئاسه لمصلحه نادي الرجاء الرياضي، خصوصا ان الناس اللي كانوا في ديك المرحله انهم كانوا كانت الافكار، كان الناس كيقولوا كاينه الافكار، كيقول كاينه الرجالات، كاينه كذا كاينه كذا، ما كيعرفوش بان تسير في نادي الرجاء الرياضي او تسير في نادي كبير راه ماشي سهل، راه ماشي سهل. تفيق في الصباح وتقول انا بغيت نسير في نادي ديال كره القدم راه ماشي سهل، كاينه موارد ماليه، كاينه عده اشياء اللي يمشي بسهل ان واحد يجي صفر درهم يفيق في الصباح يقول لك انا باغي نترشح في نادي الرجاء الرياضي. وبالتالي انا خليتهم سيدي، خليني لهم هذا الرجاء، قلنا لهم ها هي ها الرجاء، توكلوا على الله سيدي، ها الرؤساء السابقين ديال الله اللي عنده شي حاجه ما يجبد، ها السي المكاتب، ها المكتب المديري حتى هو، انا كنعقل المكتب المديري غير الاكاديمي، وزير الداخليه، وزير بقات له غير الاوقاف، اوقاف الشؤون الاسلاميه هي اللي بقات ليه، مشى لوزير التجهيز، مشى للوزارات، جميع الوزارات دار عليهم بخصوص الاكاديمي، والدليل على ذلك غير مشيت من الرجاء ما بقات لا الفروع، ما بقات حتى شي حاجه، ولا كلشي مزيان. اذا كانت الامور شخصيه، خاصه واحد الحقبه اللي كلشي كان كيتكلم باللي فريق الرجاء البيضاوي فهو عنده النشاط الوحيد هو اللي كيتكلف به هو فريق الاول لكره القدم، الفروع الاخرى يعني ما كانش الفكره ديال انا الامور ديال المكتب المديري اللي هذاك الموضوع ديال ذات نشاط رياضي واحد، كنظن بان المنخرطين دابا ديال كره القدم راه كيترحموا عليا حيت خليت لهم ذات نشاط رياضي واحد، كون خليت المكتب المديري كره واحد الرباعه ديال بلا ما نسميهم هذوك الرباعه كره دابا سيطروا على الكره وسيطروا على حوايج اخرى، وبالتالي هدات نشاط رياضي واحد خلتنا اليوم على الاقل اننا كنتعاملوا مع كره القدم وما كنتعاملوش على واحد الناس اللي باغيين يسيطروا على كره القدم. مازال نتكلموا في هذه الامور هذه حيت حاليا فالكاتب العام فريق الرجاء البيضاوي وكان هو كلمه الرئيس فرع الالعاب القوى هو سنيني، مازال الام العديد من النقط اللي غادي نحاولوا نناقشوهم. نبقاو في الحقبه اللي فين كنتي فيها وقبل ما انك تقدم الاستقاله ديالك، واحد الفتره يعني كنشوف كنا كانت تقديم الاستقاله عاوتاني اللي كانت العوده كان واحد الضغط ديال الفئه كبيره من الجمهور اللي مازال باغيينك انك تبقى بحكم النتائج اللي حققتيها مع فريق الرجاء البيضاوي، حتى واحد ما كينسى المنافسات ديال كاس العالم للانديه والوصول للمباراه النهائيه، يعني الحلم ربما لكل رجاوي كل مغربي انه يحققه. من بعدها كل شيء كان كيتسنى الرجاء البيضاوي غادي يتواصل في العالميه ديالها، غادي ربما يكون ملعب خاص للفريق، يكون واحد الازدهار كبير خاصه في ديك نيت الفطره بالضبط كان جلب
اهم واشهر اللاعبين اللي كانوا كيمثلوا البطوله الوطنيه. علاش انقلبت الامور بهذا الشكل هذا؟ ما انقلبتش، فقط اننا الناس مع هذاك التطور وهذاك النضج اللي وصلت فريق الرجاء الرياضي، كاينين واحد الناس ولا واحد الربعه بلا ما نسميها ما بغاش الرجاء توصل فين وصلت ليه، غير باش نكونوا باش الناس اللي كتستعملنا باش تستافد. راه الرجاء من التسعينات، اي مني جا السي اوزان الالفينات وانت جاي، ها الالقاب هكذا هذاك الشيء ما كاين مشكل، ولكن راه ما خلاوش الرجاء فين، خلاوش لا واحد الموارد اللي هي قاره، ما خلاوش الرجاء واحد المشاريع اللي من بعد تستثمر فيهم. على الاقل انا في الحقبه ديالي، اولا من غير الالقاب، ما نتكلمش على الالقاب، في الحقبه ديالي اول حاجه اللي استطعت انني نوفرها انني في اللقاء ديالي مع سيدنا الله ينصره طلبت منه باش يعطينا ارض الاكاديميه ديال النادي الرجاء الرياضي، والحمد لله سيدنا الله ينصره اعطانا الارض، والحمد لله بمجهودات ديال المكتب المسير ولا ديال الرئيس استطعت انني نوقع على اتفاقيه ديال الموارد الماليه كامله، ووقعتها مع الجهه مع الوزاره مع كل شيء باش تبنى الاكاديمي، وما مشيت من نادي الرجاء الرياضي حتى عطيتها الانطلاقه الرسميه وبداو الاشغال، وحتى هذه بغاو يكذبوا فيها. لا عند كانوا اشغال افتتاح الاشغال مره اخرى صحيح. لا ما عمرها كانت افتتاح اشغال، افتتاح اشغال دارت مره واحده حسب الموقع الرسمي ففعلا قالوا بلي كان قال لا انا نشوف انا راه عيط للصحفيين بما نشوفهم شوف تي في وجاو وحضروا الاشغال انطلقات وخدمات وبدات الاشغال. مني جا المكتب اللي مورايا حبسوا الاشغال، قالوا الناس بان لا راه معمرات انطلقات وقالوا كذا وقالوا غيعاودوا يفتتحوها، ومن بعد مني بغاو يرتكبوا داك الخطا لانه بالنسبه لي راه كيسير بوحدو تانيو داك الشيء، واذا به واحد النهار كنلقاو بان الاشغال انطلقات وسالات. اذا انا شوف راه كيقول لك واحد راه كذبان الميت، اما اللي حي راه ما عندك ما تكذب فيه. اذا الموضوع ديال انني انا في المشروع ديالي الرجاء مني جيت درت اكاديمي والمشروع تعطى، انا اللي وقعت مع الشركه ديال لونتربريز، انا اللي وقعت مع التوقيع باش خدات المارشي، انا اللي وقعت مع التجهيز، لان بحال الله سبحانه وتعالى كان علمني غير اللي غيجي مورايا غيكون واعر، وبالتالي وقعت مع التجهيز مع انه ما يخون، ما كاين لا شفره لا سيدي بوزكري، حيت التجهيز هي اللي مكلفه، حيت انا ما وقعت على التجهيز الا واش ما يكون لا هذا ولا هذا. المسؤول اللي غادي يجي ما عنده ما يكريس بالعربيه حتى عرفت نقول لك انا ما عنده لا كريساج لا والو، ولكن راه تمشي اعاده هيكله الاكاديمي، يعني كان واحد الهيكله غادي تكون فيها يعني شوف تقليص من الموارد اللي غادي تكون. ما كاين لا شوف ما كاين لا تقليص لا حتى شي حاجه، كلشي كذوب. انا كنقول لك العقد توقع فيه 10 المليار، لو بلون الارشيتكت مشكور على انه الحمد لله لو بلون اللي دار مزيان، العكس كنا دايرين واحد الفندق باش الفريق يستافد منه ويدير فيه التربصات، هذاك الفندق هو اللي حقروا عليه حيدوه، وان شاء الله مازال المهم هذا الموضوع نهضروا فيه من بعد. هذا الفندق ان شاء الله واقيلا كتوجد شي حاجه. لا المهم هذا الفندق هذا هو اللي تحيد من ديك الاكاديمي، هو خطا ولكن ما كاين مشكل، دونك هذاك الفندق هو اللي تحيد من الاكاديمي، ولكن ماشي اشكال. هذا اللوطيل يقدر يدار من بعد ولا شي حاجه اخرى، المهم انا يعني كيهمني ان المشروع الحلم راه دار راه كاين، راه ماشي ماكيت خلاوها شي ناس كي سامحهم الله، راه ماشي ماكيت، الارض تيتر فونسي نادي الرجاء الرياضي اخ سي المشروع التمويل ديالو موجود، الفلوس كاينه عند وزاره التجهيز، امور كلها الحمد لله غاده. اذا انا في اربع سنوات راه خليت واحد الارض وخليت مشروع وخليت شي حاجه اللي نطرحهم عليها. انا ليا اللي جا من التسعينات هو ياكل ويشرب، اش خلى؟ والو صفر درهم، خلى المشاكل. شكون هذا اللي من التسعينات؟ انا كنقول لك الناس اللي كانوا مسؤولين على الفرقه ماشي مسؤولين، الناس اللي كانوا كيسيروا وراء الكواليس اللي جابوا لنا هذا خينا هذا دابا اللي كاين دابا اللي هو صفر درهم، وبارك تيشوه الصوره ديال الفريق الرجاري، كيشوه الصوره. فبالمناسبه بودريقه يعني كان عندنا اتصال مع سعيد حسبان، فقبل ما نقدروا نتكلموا معاه فتكلمنا مع الناس اللي هما قراب ليه، هو كيفضل وكيشوف بلي ان المواجهه الحقيقيه بالنسبه ليه هو المواجهه عبر الموقع الرسمي للرجاء البيضاوي، وذلك كيف ما شفنا يعني نشر بلاغ اللي فيه العديد من المعطيات اللي غادي نناقشوها على الهواء مباشره امام الجماهير الرجاويه والمغربيه اللي متابعين الاخبار فريق الرجاء البيضاوي، وبلاغ
اللي هو سما بلاغ توضيحي بخصوص مديونيه النادي، امور اللي غادي مازال غادي نناقشوها. يعني كاشاره، فسعيد حسبان من كان من المفروض انه يكون حاضر معنا، كيتواجد معنا على المباشر في هذا البرنامج لتوضيح والعديد من الامور، ولكن للاسف كيفضل كل واحد بطريقته. حنا كنحترموا الاسلوب ديال كل واحد يعني في توضيح الامور للجمهور اللي كيتبع النادي، غير هو اشاره اللي بقات دائما بين قوسين كيتكلموا على كيفاش حتى مثلا سعيد حسبان انه وصل للفريق رجع البيضاوي. بطريقه يعني التعاليق اللي كنتوصلوا بها ولا المتساؤلات اللي كنتوصلوا بها في الفيسبوك، وراه كتشوف امور اللي ما نخبيوهاش وكل شيء واضح يعني في المباشر، وكنشوفوا امامنا الحلقه كل شيء كيشوف بلي بطريقه راه فعلا قدم شي العديد من الامور ايجابيه للفريق. ولكن الا كان حسبان سبب في هذا المشكل اللي وقع له في الرجاء، راك انت اللي جبتيه، يعني انت اللي تخليتي على الرجاء وخليتيها في ايادي غير امينه. لا دابا هذا سؤال مهم، انا اللي تخليت على الرجاء. كيفاش دابا انا غير باش نسك واحد السؤال، دابا واش حانات مني مشى؟ واش حانات هو اللي جابني انا؟ لا. واش مني مشى غلام من الرجاء واش هو اللي جاب حانات؟ لا. اسمح لي، الرئيس مني كيبغي يمشي اوكي على المغادره ديالو كيبقى مفتوح للمنخرطين على انهم هما اللي يجيبوا رئيس، او هذوك العلماء اللي كانوا كيديروا العلم في الفيسبوك هما يمشيو يجيبوا رئيس، او هذوك العلماء المنخرطين اللي كانوا تيهضروا وكانوا كينقزوا في الجمع العام واحد فيهم يكون يدير فيها بطل ويجي يدير رئيس، او هذوك كاع. كنشوف انا نقول لك حقاتي نلخص لك، كاع اللي كيشوف راسو بانه عنده فكره وعنده افكار يجي يعلن يترشح ويقول انا سيدي انا بغيت نكون رئيس. وبالتالي انا هذا السي حسبان ما كنعرفوش، راه خلق لي مشاكل حتى في الخدمه ديالي فاش كنت انا رئيس، وتقول لي كنعرفو. انا ما كنعرفوش، انا ما يحسسنيش صرف اني نعرف واحد بحال هذاك. انا كنقول لك هذا السيد هذا جا بدون تجريح يعني لا انا ما كنديرش التجريح. انا شوف الله يخليك قلتي لي جي، قال لك ما نجيش الله يعاونني. كل واحد انا كيتحمل المسؤوليه. لا اسمح لي، الله يجازيك بخير، واش قلتي لي جي؟ واتصلنا به هنا والراي ديالو اختار انه شتي هذا الموضوع ديال الراجا والموضوع المديوني. انا من هنا غنحبس، ما نعاودش ندوي فيه، لان انا قلت له سيدي الا عندك شي مشكل اجي مرحبا. فاس قدام اجي اخويا، ماشي فاس، انا قلت له مباشر، ماشي واحد مسجل لا مباشر، وجي ونهضروا. الارقام هي كل الارقام كلها هي هنا فعلا انا غنجيو نهضروا فيها. الارقام هي هنا، ما كاينش شي حاجه نهضروا فيها بدون وثائق، ولكن باش نبداو نهضروا ونكذبوا على الناس باش نشوفوا. ماشي صورتي انا الصوره ديالي قدام الناس معروفه، الناس كتعرف الشفار وكتعرف النصاب وكتعرف اللي راه معقول، الناس راه عارفه. اليوم انا كنجي نقاد الصوره ديال نادي الرجاء الرياضي امام شكون؟ امام الجمهور، امام المستشارين، امام المستثمرين، امام السلطات. اما انا الناس راه كيعرفوني شكون انا، عارفين شنو عطيت الرجاء. اما الرجاء هي اللي اليوم خصنا نطلعوا لها الاسهم ديالها. اليوم الا كان الرجاء عنده شي اسهم راه الاسهم غيكون صفر، ولكن جيت اليوم انا باش الاسهم ديال نادي الرجاء الرياضي تطلع ويبان بان رجعوا النقطه اللي كان كنتكلموا فيها، وينبان بان الاسهم ديال نادي الرجاء راه كبيره بالموارد البشريه ديالها بالموارد الماليه ديالها، لانها حاضره وبقوه. قبل يعني النقطة اللي مازال ما تعمقناش فيها هو القدوم سعيد حسبان واللي ترأس الفريق الرجاء البيضاوي هو المسؤول الفعلي والمباشر للنادي حاليا، هو واش يعني انت كنت كتحمل المسؤولية في العودة ديالو؟ انا مجموعة من الامور اللي تكلم اللي كان اجتماعات انا فسرت لك على حسب اخر تصريحات ديالو باش نوضح الامور، قال بلي كل شيء تخلى على الرجاء في الوقت اللي انا خديت زمام الامور وتحملت المسؤوليه باش انا نجي نوقف في الرجاء اللي كانت غارقه، وانا تحملت المسؤوليه باش نجي الوقت اللي كلشي تخلى عليها. اولا خصك تعرف انا قلت لك اعلنت على المغادره لنادي الرجاء الرياضي لاسباب الكل كيعرفها، انا اللي اعلنت، انا ما قال لي شي واحد ارحل، ما دار لي شي واحد وقفات، ما دار لي حتى شي واحد شي حاجه، انا بوحدي جيت وكانت عندي مازال موندا فيها 3 سنين، جيت اعلنت على المغادره ديالي باش نخلي البيبان او الباب مفتوح امام هذوك الناس اللي تيقول لك راه فوالا كاين ولا ما كاينش ولا الافكار ولا كذا اكسيتيرا. دونك ملي علمت على الرحيل ديالي خاصو يجيبوا رئيس، درت اجتماعات مع المنخرطين قلت لهم اودي ها الحاله الماديه ديال نادي الرجاء الرياضي، ها الالتزامات، هكذا هكذا، ايوا جيبونا رئيس. تلاقيت بالسي اوزان في اجتماع، قلت له الله يخليك السي اوزان، راه فوالا فوالا فوالا، انت عندك واحد المسؤوليه في نادي الرجاء الرياضي تاريخيه ومعنويه،
لا ماشي تاريخيه، غير مسؤوليه معنويه. اما تاريخيه كنعرف كل واحد اش دار في الرجاء، وبالتالي اليوم قلنا بان هذا سي بزاف فوالا الديتاي خرج لي بات سي حسبان. اولا قال لي راه باغي ينخرط يخلص سنتين. انا ما عمري شي منخرط، حبسته في الانخراط دوزت 4 سنين ديال هذا، يمكن كانت مره ولا جوج على شي اسباب هذا، مي الجميع المنخرطين قعدوا لي في اصحاب الافكار كلهم قبلتهم اللي جاوا كاع من الجمهور ودايرين. عندك مشكل مع الافكار بطريقه ولا شنو؟ لا ماشي الافكار، انا ما عنديش مشكل، انا عندي مشكل مع الناس اللي كتهضر بشي افكار اللي هي افكار خياليه وعلميه ولا يمكن ان تكون على ارض الواقع. اما الافكار الحقيقيه واللي ممكن تدار فهذه مرحبا بها. انا جا عندي السيد قبل جميع المنخرطين، جا السي اوزاد، جمعات السي خيناده، من يجابو خلص العامين انا قبلت، المنخرطين ساكتين، تحلت اللائحه كلشي تفتح. واش هاد حسبان هاد المنخرطين اللي دايرين ليه العريضه راه هما اللي صوتوا عليه بالاجماع، باش نكونوا واضحين، صوتوا عليه بالاجماع، الكل يتحمل المسؤوليه ديالو في الموافقه ديال حسبان. انا بعدا ما صوتش عليه حيت انا منين كان المغادره دي مشيت فحالي فهمتي. دونك انا ما يمكنش لي نقول لهم لا ما تصوتوش على فلان ولا جيبوا فلان، غنتسنى بحال انا بغيت نبقى في الرئاسه. خاصة وديك الفترة كنت قدمتي ثلاثة المرات الاستقالة ثلاثة المرات الاستقالة ديالي وكذا وكذا وكذا. إذا كنت أنني ملزم على أنني نقبل نقبل أو الموافقة على السي حسبان. إذا غنمشي الوضع ديال الرجاء غادي نمشي بطبيعة الحال غادي نجيو دابا كمسؤول كرئيس على أنني خاصني نطمئن على الفريق. جلست مع السي أوزار قلنا له ودي واش هذا السيد قادر على أنه يسير الفرقة؟ راه غتخصكم واحد 20 مليون دو درهم اللي كتخص الرجاء سنويا. الناس كتعرفها الرجاء الموارد الماليه ديالها باش تبقى في هذا الحجم كيخصها واحد 20 مليون دو درهم، اي جوج مليار. واش هاد السيد قادر؟ كانوا واحد الاخوان في اجتماع كتعرف لانك علاش كنقول لك افكار ديك لغه الخشب. الرجاء تحتاج الى الرجالات، الرجاء قائمه لجمهورها، الرجاء كذا الرجاء كذا. هاد الشعارات اللي كتخلينا اننا نمشيو امام الحائط. ملي قلنا لهم ودي راه 20 مليون دو درهم، قال لك ودي لا حنا ما عندناش مشكل كذا كذا اكسيتيرا. السي اوزال مشى عند السي الهواري، هو واحد الرئيس السابق وعنده واحد الاستاذ وعند ناس اخرين مشاو كيديروا الحمله للحسبان. هو السي الهواري سول وقال له جا عندك اوزال وكيدوي على حسبان وصافي. بالنسبه لي انا غنمشي، هما غياخذوا المسؤوليه وبالتالي يمشيو بها جوسكوبو. جا هذا السيد هذا، اذا هذا جا انا صافي، انا مشيت سافرت. هذا من تما بدات القصه 16 مليار 17 فعلا مليار. هذه النيت اللي غادي نجيو لها فمباشره من بعد الاعلان ديال الرئيس الجديد لفريق الرجاء البيضاوي. كانت ندوه صحفيه او مداخله عباره عن خطاب السيد حسبان اللي وقف امام رجال الاعلام بدون اخذ الاسئله ديالهم. الكل كان عاقل بشكل جيد على الندوه كيفاش مرات، واعطى العديد من الارقام اللي كانت خياليه انذاك، في حين ان فخلال هذا الاسبوع اللي وصلنا لمديونيه الرجاء او الازمه الماليه اللي وصلت ل 23 مليار، ومع نشر بلاغ توضيحي اللي كيكشف على مجموعه من الامور اللي غادي نناقشوها معك محمد بودريقه على الهواء مباشره. ولكن قبل من هذه النقطه هذه الا ونفتحوا مجال للجماهير الرجويه اللي متابعه معنا على المباشر، معنا صلاح امعري. انا ودادي ولكن كنتمنى ان فريق رجاء البيضاوي يخرج من هذه الازمه اللي كيمر منها، فامور اللي فعلا اللي جميله وكتعبر عن الروح الرياضيه. الكل كيسولك بودريقه على الحاله الصحيه ديالك، يعني ممكن انك تطمئن الجمهور الرجاوي وتطمئن الجمهور اللي كيسولوك، ربما كاين واحد التغيير في اللوك ديالك. الحاله الصحيه ديالي الحمد لله ممتازه وجيده، كلشي مزيان وكنشكر على هذا السؤال هذا. نعم، فما غير ما تكونوا مرتاحين على محمد بودريقه. عكس جي اون فورم، جي اون فورم، جي بوجد. الرياضه، الرياضه طبيعه الحال. اش من رياضه؟ الكورانيت ولا التنس؟ لا الرياضه بصفه عامه. رياضه شعبيه ولا ديال الجولف ديال الناس اللي عندهم فلوس؟ لا عاديه. نعم، نوصلوا للمشاهدين اللي حاضرين معنا، فكنشكر الخاص لكل الجماهير اللي كتبع معنا وكتصيفط
كترسل لنا الاسئله ديالها، فالمخرج المهدي غادي يرسلهم لنا بطريقه باخرى عبر الموقع الرسمي لقناه شوف تي في. نوصلوا لاول ندوه صحفيه لسعيد حسبان، تكلم على العديد من الارقام. هنا غادي نوصلوا للوثائق، هنا غادي نوصلوا للادله، غنوصلوا للحقائق اللي غادي تكشف لنا عليها والمعطيات الجديده. محمد بودريقه، سمعنا 15 مليار 17 من بعد 23، ما حقيقة هذه الأمور هذه؟ الحقيقة هو أن السي سعيد حسبان أو المكتب المسير الحالي كيتحمل المسؤولية ديال هذا الشيء، أولا لتشويه الصورة ديال نادي الرجاء الرياضي، ماشي ديال محمد بودريقة كما قلت لك، ديال نادي الرجاء الرياضي. راه الناس كتعرف محمد بودريقة، اليوم هو كيشوه أو المكتب المسير كيشوه الصورة ديال نادي الرجاء الرياضي، وبالتالي كنظن بأن واش باش يصدروا الأزمة، لان اليوم كنعرفوا بان فشل الصفقه ديال ياميق، حتى تقزيم انا كنقول تقزيم الصوره ديال نادي الرجاء الرياضي. بالله عليك كتصيفط لعاب حتى لفرنسا وانت مازال واش متفق مع الفريق ولا ما متفقش، واش كذا واش كذا. اليوم الدفاع الحسني الجديدي دار صفقه، الناس جاوا حتى للجديده، وقعوا مع الناس القيمه ديال الفريق، كتبقى القيمه الكبيره ديال النادي وديال اللاعب. انا جميع الصفقات اللي درنا الى ما جاش الفريق او المندوب على الفريق، حنا ما كنصيفطوا للاعب. شوف التقزيم، انا كنقول لك ساهم في تقزيم صوره النادي حتى خارجيا. اللاعب يمشي حتى لنونت ولا شوف فين مشى ويمشي وعاود يرجع، وبالتالي هادشي حشومه وعيب وعار. اذا باش كنصدروا الازمه ديال انتقال اللاعبين، نصدروا العوده اللاعبين، لانه ما كنظن بان جميع الانديه فهي رجعات المعسكرات التدريبيه الا نادي الرجاء الرياضي. كنظن باننا في 4 سنين عنده ازمه ديال 23 مليار. انا جاي كيفاش غادي يرجع للمعسكر؟ انا كنقول كيصدر باش انت عاود ما تكلم على عاود ما يتكلموا الناس على اللاعبين. كان خصو يدخلوا غدا كان خصو يدخلوا المعسكر التدريبي. السيد ما عندوش باش يدير معسكر تدريبي، واحد ما عندوش باش يوعد اللاعبين، غير يوعد اللاعبين باش يخلصوا من المسائل ديالهم الماديه. ياك هو قال بانه خلص اللاعبين وما كيتسالوش وبانه كذا، اذا هاد اللاعب خصهم يترينيو. السيد 5 ديال المناح ولا 7 ديال المناح ديال الموسم اللي فات مازال ما تخلصوش فيه و اكسيتيرا. وبالتالي امام هذا الشيء كامل، فالمكتب المسير الحالي، انا ما نبقاش نقول الرئيس، المكتب المسير، لان المكتب كيتحمل المسؤوليه في هذا الشيء. لان لو دوك الناس اللي في المكتب ما راضينش على هذا الشيء، خصو يطالبوا باجتماع طارئ المكتب ويدير. وبالتالي كنحمل المسؤوليه المكتب كامل ومنه كيحاولوا يصدروا هذه الازمه باش اختاروا ازمه ديال الماليه. انا غنتكلم بحاجه واحده وبوثيقه واحده، وثيقه واحده وانا كنسلم لك رسميا، هي نادي الرجاء الرياضي لوديت الافتحاص. انا كنظن الرئيس الوحيد اللي داروا 15 مليون افتحاص، والحمد لله لقاوني عاطي الفلوس، ماشي واخد الفلوس، عاطي. دونك انا نرجع معاك لعاطي الفلوس. هذه وثيقه، هذه غير ورقه، ولكن راه كاينه 30 ورقه. الافتحاص اللي دارت الشركه محايده، كابيني نوتر تابع للجامعة الملكية المغربية. الخلاصة ديالو هي هادي، تا كتكلم على العجز، عجز. هو دابا كيلعب في الكلمات، كيتكلم على المديونية. كنظن بأن الناس ديال اللي مختصين في الحسابات ما كتعرفش واش المديونية، الالتزامات ديال الفريق ولا المشاريع. أنا نفسر لك كلشي، أنا نفسر كلشي. خاصة هاد الأمور اللي كتحتاج الناس راه كتشوف فينا وغادي تفهمني مزيان. الوثيقة ديال الجامعة ها هي هادي، كتكلم لتحت على الرقم ديال 4 المليار. عجز، انا كنتكلم على العجز، مع انني انا كمحمد بودريقه ما موافقش على هذا العجز ديال 4 المليار. اقول فقط كاين 1.9 مليار، ولكن بين 4 و 2 تقدر تقول يمكن كاين شي حاجه غلطه. هذه عادي، لان علاش هادشي حسب لي القاو، يمكن منين نتلاقى معاهم. ولكن هاد التقرير هذا واش كامل ديال الفحص المالي ديال الجامعه؟ كامل ورسمي. ماكاينش شي حاجه اللي شي مرة. لا يا راه كيقول لك نوفيل سيتياسيون نت. تيقول لك نوفيل سيتياسيون نت. مكتوبه بالعربيه، يعني شنو بالعربيه؟ نوفيل سيتياسيون نت. هي معروفه 4 مليار و300 مليون.
انا هذا التقرير هذا راه ما جايبوش انا، ماشي انا اللي صوبته، انا هذا جايبو من عند الكابيني ديال الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. ها هو هذا، ها هو كاين محطوط كيتكلم. علاش كيتكلم؟ كيتكلم على لا سيزون ديال 2014 2015. اذا الامور واضحه، ملي غنمشي لهذا هذا كنلخص به كل شيء، ما ندخلش في الديتاي. هذه ديال اول ندوه اللي تكلم عليها ديال لا لا ماشي اول ندوه، يلا الناس يلا سالاو الناس يلا سالاو، مع ان هذا الكابيني كان خصو يدير افتحاص للانديه كاملين. جاوني هنا غير حنا، ولكن ما كاين مشكل دابا، هذا ستان ديتاي، ما عنديش مشكل. دونك هذا ها هو، ها هو واضح، وانا نعطيه لك. ها هو هذا ديال الجامعه الملكيه المغربيه نوتر. دونك انا غادي نمشي ل 23 مليار. هاد 23 مليار اللي في الموقع الرسمي تكلموا عليها، ياك تكلم عليها في الموقع الرسمي وحط الديتاي ديالها. انا هادشي كنت كنطالب به في الاول، يمشي للموقع الرسمي ويمكن كيسمعنا، حيت هو راه كيخاف شويه، راه كيسمعنا دابا وكيشوف فينا. انا كنت باغي يمشي للموقع الرسمي وحط هذيك 23 مليار باش نعرف راسي علاش كنهضر، وهو علاش كيدوي، باش ان امام الناس اللي كتسمعنا دابا وتشوفنا راه غتعرف شكون الكذاب وشكون اللي ما كاينش كيكذب، شكون اللي كيلطخ الصوره ديال الفريق وشكون اللي كيحاول يلمعها. اذا نمشيو حاجه بوحده، في التقرير المالي تكلموا هما على اولا تكلم على الضريبه، الموضوع ديال الضريبه لكن الامور اللي ماشي خباها اللي بين في البلاغ التوضيحي تكلم بلي فعلا كاينه 5 المليار ديال الضريبه. انا جاي للجامعه، انا جاي طالب بها هاد الضريبه باش نكونوا واضحين. الناس كتعرف بان الضريبه، ها هي الوثيقه ديال الضريبه، ها هي هذه الوثيقه ديال الضريبه. هاد الوثيقه ديال الضريبه مناش كتعود؟ من 2007. انت قرا باش الناس كتسمع. 2007 من 2007 حتى 2010. انا سيدي كنت في 2007، واش انا كنت في 2007؟ ما كنتش. امور اللي ربما ما تابعش ليها. لا شوف، انا ما تابعش ليها ولكن لا انكرها. من 2007 هذه ضريبه، من 2007 ل 2010 ها هي الوثيقه، المديريه العامه للضرائب، ها هو الانذار، ها هي علاش كتكلم، ها هي باش نسمع. علاش ما خلصتهاش في الفتره اللي كنتي فيها؟ خلصت 3 المليار انا، غير انا جايك بلاتي، علاش خلصت 3 المليار؟ هذا الموضوع ديال الضريبه هو اشكال وطني، هو راه دار 5، هاد 3 وكاينه 2، دور 5 د المليار الضريبه. حنا هذا الموضوع ديال الضريبه امام، واش النادي الوداد الرياضي دار الجمع العام ديالو، واش دار شي ضريبه؟ ما دارهاش. في التقرير المالي السي سعيد الناصري في الجمع العام الاخير ديالو عنده 3 د المليار الضريبه، اشار ليها في التقرير المالي؟ لا، انا شفت التقرير المالي للوداد ما شارش ليها. ولا ذكر على ذكر الوداد البيضاوي. انا جايك. يعني مثلا كنشوفوا شوف الوداد يعني حاليا غادي في العصبه مزيان، ربح في الوداد البيضاوي، كنتمنوا يعني النجاح لكل الانديه. حيت يعني حنا عندنا رئيس مدني والرجاء حاليا في مشاكل، الرجاء في ازمه خانقه. شوف داك الشيء، حنا الرجاء داك الشيء حنا اللي اخترعناه، حنا اللي كنا كنلعبوا عصبه عطار، كنا الناس كيتفرجوا فينا، حيت حنا دابا بلانا الله برئيس ما عنده نفس. انا الديطاي ما بغيتش ندوي فيه، خلي هادشي ديال الوداد نهضر فيه من بعد. انا دابا كنهضر معاك على الضريبه، نكملوا دابا. اسمح لي، شتي دابا الضريبه اللي خصو يعرفوا الناس راجعه من 2007، هي ماشي رقم محدد خصو يتخلص، هذا الرقم جاي استيماسيون، مازال خصك تنيغوسي مع الناس ويقادو. اذا هو دير 5 د المليار ونصف ديال الضريبه اللي هي كتكتب لك باش تعرفوا بانه كتب في الموقع الرسمي 2013 وما تحت، استدير راجعه. لا راه ما كانتش 2013، راه من 2007 2010. هذا الموضوع ديال الضريبه خصك تعرف باننا حنا من جينا للجامعه ديال مورا الفاسي الفهري كذلك لقينا شحال، لقينا شي 50 مليار ديال الضريبه لقينا خصها تخلص. ما كتبهاش لعلي فاسي الفهري في التقرير المالي ديالو، ولكن ملي جا السي فوزي رجع امام انه في الماليه وداك الشيء بغى يسوي هذه الوضعيه وسواها، نقصات ب 80% المجهودات اللي دارت النيغوسياسيون. اذا هذا الموضوع ديال الضريبه فهو موضوع ديال الانديه كاملين، ونهار غادي يتحل غيتحل على كاملين. وهذا الموضوع ديال الضريبه من يدار في الراء من يدار في الجامعه غيتخلص على 5 سنين، يعني تخيل معايا غنقصناه ب 80% والخلاص ديالو على 5 سنين. دونك هذا الموضوع ديال الضريبه. انا قلت لك ها هو المدير العام للضرائب من 2007 ل 2010. وكتشوف انا في من لا لا انا خليني نكمل حاجه. شوف خلي الناس دابا متبعه، كاين انا كنعرف كاين شي ناس دابا راه كيقيدوا كيديروا ورقه وستيلو، غادي نمشي معاهم ضربه بضربه وخليني ما تنسينيش. اذا هذا موضوع الضريبه، الموضوع اللي كتب في 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 الموقع الرسمي، غنمشي معاك لاكبر رقم، نمشيو لاصغر رقم. لا 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 الاكاديميه، خلي الاكاديميه. شوف 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 سي محمود،
انا هستاد المليار حيد دابا 23 حيد منه 6 شحال بقات 17 جمهور الرجاء عطينا 17 صبروا معايا شويه نبقاو غادي تنزلوا سير معايا اكبر رقم قرار 11 مليار كاتب لك ديت كونطاب شا ديت كونطابيليزي 11 مليار و700 11 مليار و700 مزيان هذه مساله ربما اللي لا انا جاي انا جاي خلينا باش الناس راه كتفهم راه كتشوف فينا الناس جمهور الرجاء جمهور نادي الرجاء الرياضي البلاغ هو امامنا وكنفصلوا فيه يعني كيف ما فهمت انا جاي التضحي. انا كنشوف انا باش انا كنعتذر لجمهور الرجاء انا كنعتذر انا اعتذر ولكن انا مضطر انني هادشي ديالنا حنا كرجاويين نتكلفوا به بيناتنا ولكن هاد السيد ما خلاناش العائله الرجاويه هي بوحدها تعرف هادشي خلانا انا هادشي نجيو امام ان البادي والهذا وكل شيء عرفناه ولكن معني ما ندير كان خصنا ضروري علاش انا كنأكد باش الصوره ديال نادي الرجاء الرياضي ترتفع ماشي انا راه مرتفع انا ما يصوروا مني اذا نمشي معايا 11 مليار و700 متفقين واخا المغاربه شويه كثر عليهم مليار راه هادشي اللي كنشوف 11 مليار 11 المهم غير صبروا شويه راه من بعد رجعوا للواقع العادي شوف اسيدي هاد 17 مليار ها هي 11 مليار 11 مليار ها هي هاد 11 مليار خصك تعرفوا هاد 11 مليار و700 راه انا ندير في التقرير المالي ديالي راه كونطابيليزي ديت كونطابيليزي تاريخ مكتوبه في التقرير المالي ديالي انا اللي حاطه شنو هي عباره عن عقود والتزامات ديال النادي لخمس سنوات مقبله اي ان مثلا العقد ديال القديوي 2014 و2015 و16 و17 و18 كله مدرج في هنا العقد ديال الحافظي العقد ديال جميع اللاعبين في جميع السنوات المقبله واش هذا الشيء غندخلوه مع محمد بوطريقه غنقولوا راه الفتره محمد بوطريقه راه خلى لنا 11 مليار ديال اللاعبين اذا الا بغيناها تكون صفر الا بغينا في هذيك الخانه تكون زيرو خاص حسبان يجي للراجا ويلقى الراجا ما عنده حتى شي عقد مع شي لاعب زيرو عقد باش تكون زيرو باش هو يجي مزيان دابا الرئيس البارسا ملي غيجي جديد غيقول له السي انت خليتي ليا 100 مليار ديال ميسي في العام انا ما نخلصهاش راه ديالك تسير خلصها انت هذا هو المنطق ديالو لا نعم انا جاي حنا كنتكلموا حنا كنتكلموا نيت على اللاعبين بقاو غير في هذه النقطه هذه ونزيد لا 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 الله يخليك الناس دابا شوف شو يا محمود الله يخليك الناس دابا كنهضروا على التفصيل المميل ديال 27 اذا هاد 11 مليار و700 اي تقريبا 12 فهي كتخص التزامات او الديون اللي على نادي الرجاء الرياضي في خمس سنوات المقبله ها هي 12 اذا سيدي 12 حيدها من 17 شحال بقات سيدي بقات خمسة احنا كنحسبوا معاك بقات خمسة دابا عاد الخمسة امشي معاك للاكاديمي دير مليار ديال الاكاديمي واسيدي كنقول بان هذا السيد راه كذاب عرفتي علاش كذاب ارجوك ارجوك غير هاد الامور هذه اسيدي ماشي كذاب اسيدي ماشي كذاب هذه بدون تجريح بدون تجريح انا نقول لك واحد القضية انا سيدي انا اللي وقعت العقد انا اللي وقعت العقد ماشي هو انا اللي وقعت العقد مع السلطات درنا فيه مليار ديال الاستثمار انا كنقول مليار ديال الاستثمار 20 مليون دو درهم غتعطيها لينا الجهه و20 مليون غتعطي لنا كذا وكذا وكذا باش نمولوا واحد المشروع سميتو لاكاديمي ديال نادي الرجاء الرياضي في الحقبه ديالي انا في الموسم الرياضي ديال 2015 2016 حنا ما ذكرناش لانه هو استثمار ديال 2016 استثمار يعني ما يعني ماشي ما يدخلش يعني ماشي دين ماشي دين واش دابا انا نعطيك مثال دابا اليوم حبس هبط الريدو ديال الرجاء واش كيتسارك شي كتسارك شي اونتربريز شي واحد كيتسارك مليار لا كيتسارك حتى واحد ولكن غناكد لك بان هذا المليار ما كاينش نهائيا حتى السي فوزي القجع في الاجتماع ديالو مع السي الناس المسؤولين فيما يخص الاكاديمي فهما حيدوا هذا المليار هذا وما بقى حتى شي حاجه وبالتالي هذا المليار اللي كيتكلم عليه فما كاينش نهائيا اشغال انطلقات وخدامين الناس اونتربريز تخلص بواحد 9 المليار و8 المليار وانتهينا من هذا الموضوع اذا راه هو بنفسه كاتبه التزام نادي اذا انت التزام انت اللي جايبينك راه باش تجيب الموارد انت غتحسبها على القديم حيد هذا الشيء ها هو اذا هذا مليار ولا ماشي مليار شحال بقات سيدي اربعه زيد سيدي اشنو عندنا سيدي شنو اللي باقي شوف لي اللي باقي تما نجاوبوا عليه فمن بين الامور اللي نيت كنتكلم عليها احنا من 23 باش تعرفوا الناس اسمح لي سيم احنا من انا حيت انا علاش انا كنهضر على انا دوي معايا اسمح لي باش نتفضل انا هضر معايا ملي مشيت في 30/5 ملي مشيت لا سيزون اللي مشيت فيها كيفاش خليت الوضعيه ديال نادي الرجاء الرياضي نقطه من تما
شحال كيتسنى، شحال المديونيه، شحال المدخول، شحال العجز. ولكن راه كيقول له في الندوه الصحفيه كيقول لك باللي لهاد الازمه وهاد العجز هذه هو ارث خلاه محمد بودريقه الرجاء البيضاوي ومري دخلت لقيت راسي مع غلق المنديل. يعني هذه في الندوه مسجله بالفيديو. لا لا شوف دابا انا شوف شوف اتهامات مباشره كانت بودريقه كيشوفوا باللي ان محمود وي شوف محمود انا دابا دويت معاك بالخشيبات هذه امور اللي هما راه الناس كتفرج فينا الناس كتشوف وثائق فعلا اللي كاينين وليت معاك انا كنقول لك هايا هذيك 11 مليار و700 هايا هايا 11 مليار و700 هذا الديتاي ديالها ها هو اش كاتبين لك هنايا كاتبين لك اسيدي حقوق التزامات الفريق لجميع العقود للسنوات المتبقيه 2021 انت تحسب عليا انا انت اش جايبك انت راه جايبك تخلص هذه اللعابه الا بغيتي من خلصوا راه باين هاي 11 مليار و700 لكن معاونتي فيش في البداية انا جيت الرجاء مشيتي سافرتي للعمره نسيتي الرجاء واش بغيتي وعدتي انا وعدتي انا غادي نتعاون اي بلاتي انا شفت انا جاي بطريقه تخليتي على حسابك كنتي دير معايا شي حاجه انا كنت غادي نتعاون مع بعضياتكم لا غير بلاتي غير بلاتي انا اسي محمود ياك انا باقي ما جيتش للعمره خرج ب 16 مليار كيفاش بغيتي ندير يلاه انت شوف نكذبوا على الميت انا جيت مشيت للعمره ياك انا باقي تما انا باقي لعقلتي درت فيديو من مكه انا باقي تما سيت خرج بفيديو فيه 16 اذا واش انايا درت شي حاجه ما درت والو دابا خليني باش الناس ما تنسى زيد كمل معايا من 23 راه وصلنا لخمسه وصلنا اربعه وصلنا حيدنا ديال الاكاديميه ديال المليار وصلنا اربعه هذا الاربعه سيدي حيد منا جوج اللي حنا خليناها شحال بقات لنا سيدي جوج مليار بقات جوج هاد جوج اش كيقول هو كيقول لك يا سيدي فواتير ما تكونطابيليزات ما تحطاتش فواتير ما دارش 100 مليون هادي 100 مليون هادشي سي دي ديطاي كونطابل مثلا حيت باش نفسرها بان حيت واحد جوج في الندوه الصحفيه جبد واحد اللاعبين كلهم ديال الامان قال بان هادو ما داروش في البيلون لا سي حسبان راه يمكن ما تعرفش تقرا البيلون راه داروا في البيلون ما داروش في هذا في لامورتيسمون الناس اللي كيفهموا في الحسابات هما اللي غيفهموني لامورتيسمون ما درناهمش لان حنا كنعتبروا بان اللاعبين ديال الامل هم واحد المنتوج اللي مازال ما خرجش للوجود حيت حنا في لامورتيسمون شنو تنديروا ديال لي جوار كنشدوا اللاعبين كلهم ديال نادي الرجاء الرياضي حيت علاش كنا كنهيئوا الفريق للشركه ما فراسناش يجي واحد زيرو درهم غير يرجع معنا الواحد زائد واحد تساوي اثنان والمحلابه وسيدي عليه وداكشي كنا كنعرفوا بان غيجي واحد اللي بفكر استثماري ومستثمر غنبدا نناقشوا معاه ولكن صابنا الله جالينا واحد اللي ما كيفهمش في العقود وما كيفهمش في الوراق وبالتالي جينا كنديروا لامورتيسمون هاد لامورتيسمون شنو هما كنجمعوا جميع العقود ديال اللاعبين وكنقسموا على المناسبه فهذه رساله ودعوه دائما لسعيد حسبان فشوف تي في فتح ابواب ديالها في اي وقت يعني الرد والمناقشه الامور هذه لا سي محمود انا لن اقبل الرد الا ما كنتش فيه الا درتي شي رد وانا ما كاينش فيه كتحمل المسؤوليه ديالك بطبيعه الحال انا في التواصل حيت شوف حيت حنايا في الرجاء شوف حيت كذب حيت قالوا بزاف المغالطات الا حنا كنفسروا بطريقه حنا كنفسروا تكلموا على دونك سيدي حنا دابا هاد لامورتيسمون والعقود اللي الا كان رد تحضر فيها ربط انا لك عاوت نجي 60 برا انا ما عنديش مشكل الا في حال انه قبل انه يكون يواجهك انا الا حاول يعاود يجي انا نعاود نجي عندك كنوش معايا ورقيه اسمح لي هادوك جوج اخرى اللي كتكلم عليها انت انا نعطيك مثال لي ليتيج ديال الجامعه ولي ليتيج ديال لا فيفا فهما كاينين في التقرير المالي كاينين راه كاينين داكشي اللي حيت كاينه تمايا واحد المليار و200 اللي تكلم عليها ديال لا فيفا نزاعات الجامعه الدوليه لكره القدم نزاعات ديال الجامعه انا باش نفسر لك واحد القضيه الفريق ديال اوساغونا عندنا الريزيلياسيون كونطرا ديالنا معاه الا ما عرفش يجيري ميل في ديك الساعه شغلو هذاك الا ما جيبش ناس مختصين النزاع ديال الفريق ديال اساموا عندنا الريزيلياسيون معاه الا ما عرفش يجيري الامور ديالو لكن ما بقاش واحد السويفي ربما ابو دريقه مثلا انت قديتي الامور ديالك مع اللاعب انا تكلمت ولكن ما عرفتش شنو وريتي شنو يديروا يعني مثلا واش انا نوري لا لا شوف الله يخليك كاين ايميل من الفريق ديال اوساغونا كيقول لك انا كنلغي العقد وريزيلياسيون ديال العقد اللي درت معاك معروف بكاشين صوب كاين تنازل ديال الفريق ديال اساموا كاين تنازل درنا معاه قبل ما نخرجوا ومشى فحالو اذا هذا الموضوع انت ما كتعرفش تجري الامور ديالك فيما يخص الاتحاد الدولي هذه كتبقى مساله خاصه به هو اما انا لا مسائل الامور الماليه بالنسبه للجامعه الملكيه المغربيه هذاك الرقم اللي يدير في الجامعه راه كاين في التقرير المالي وداخل في التقرير المالي دابا الخلاصه ديال هذا الشيء كامل
اننا اليوم هذه غير المديونيه، هذا راه غير الباسيف، راه ملي كنبغيو نتكلموا على المسائل الماليه والتقرير المالي يا عباد الله، راه هذا سميتو الباسيف. كاينه واحد الحاجه سميتها لاكتيف، وكاينه واحد الحاجه ثالثه سميتها العجز. ملي كنتكلموا على المديونيه في 5 سنوات، راه خصنا نتكلموا على المداخل في 5 سنوات، متفقين؟ انا دا كنديروا هذا ناقص هذا وكيعطينا واش عندنا العجز ولا عندنا الفائض. ورا تكلم على المداخل من بين هذه المنحة كأس العالم للأندية. لا لا ما عندها علاقة بها مثلا. لا لا غير المداخل. محمود محمود سي محمود اسمع. لا اسمع، انا كنهضر في حاجة وانت كتهضر في حاجة، غير خليني باش الناس تفهمني، لا الناس كتسمع فيا دابا. حيت كنا كنتكلم على على غنهضر معاك على التقرير بصفة عامة. لا 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 انا كنتكلم على التقرير بصفة عامة، التقرير المالي بصفة عامة. نرجع معاك هذاك ديال الجامعة اللي هو كاين هنا ولا اللي عطيته لي، فهو كيتكلم هانتا كيتكلم على لاكتيف والباسيف بصفه عامه، كيجمع كلشي. ماشي لا ماشي بصفه عامه، كيقول لك ها المداخل اللي عندك في 5 سنين اللي عند الرجا كلها، كيقول لك ها الرجا اش كتسوى، وتيقول لك ها الرجا الالتزامات اللي عندها، وكيحدد العجز بين هذا وبين هذا. اذا اليوم انا باش نوضحوا، هذا السيد هذا راه كيحط لكم غير المديونيه ديال 5 سنين، ديال 5 سنين، استادير بغاكم بغا يجي واحد يعطيه 23 مليون ويبقى يصير في 5 سنين، هذا راه ما يمكنش. العجز الحقيقي ديال نادي الرجاء الرياضي اللي انا خليته، اسمح لي باش ما تقاطعش الناس تعرف باش نوضح المساله، هو مليار و900 مليون. مليار و900 مليون كيمثل 20% من الشيفر دافير ديال نادي الرجاء الرياضي اللي انا كنتكلم عليه. اما العجز اللي غنتكلموا عليه اليوم اللي اولا اللي لقيته انا مثلا اليوم فريق الرجاء الرياضي فاش جيت انا كان كيتستلم ب 4 5 د المليار، كان عجز ديال 2 د المليار، كانت 50% ديال العجز 50%. قلت تحملت المسؤوليه، دخلت تحملت المسؤوليه، خديت المبادره، لقاءات وديه، جلب لاعبين، استثمارات، كذا كذا، ادات بين الازدواجيه، ادات بين كاس العالم الانديه، ادات بين الارض، ادات بين المداخيل ديال الارض، ادات بين الاكاديمي اكسيتيرا. اذا هذا باش ما تمشيش الفكره، اذا الجمهور الرجاء خصو يعرف بان هذا الشيء فقط غير هذا راه غير الباسيف، هذا راه غير الباسيف. كاين واحد الحاجه سميتها لاكتيف كيعطيك هذا. دابا غنعطيك واحد القضيه اليوم، واش بابا توندي مليار والصرف ما حيدناش مثلا، نعطيك مثال مستشهرين، انا اللي خليت الرجاء باش تعرفوا انا شنو خليت الرجاء، خليت بابا توندي عقد ديالو يمكن لي ناخذ فلوس قبل ما نمشي، هل كيديروا الرؤساء؟ لا، الرجاء يتستافد، اللي غيجي هو يقدر باش يستير الامور. خليت 100 مليون في الشهر، 100 مش عارف، انا كنقول لجمهور الرجاء خليت 100 مليون في الشهر كعقود مع مستشارين، كنستحسبوا كياخذها بار موا 100 مليون مع الشركه ديال تي اس ام، كان كياخذها حنا هذا كتحسبوا من المداخل بطبيعه الحال. انا اللي خليتها خلي المداخل منين جات، راني انا موقع عقود 100 مليون في الشهر. خليت سيدي منحه من عند الجهه مدينه الدار البيضاء الكبرى، عطات 700 مليون 700 مليون اللي سي حسبان ما قدروش يديرها في الكونت ديالو لاسباب هو اللي كعرفها. 700 مليون 700 مليار و400 مليون لان المركب كانت تخلق، وكانوا وعدونا على اننا غادي ناخذوا كتعويض على داك الشيء اللي كاين، عطاونا 700 مليون 700 مليون. اذا هاش خلى السي بودريقه ديال المداخيل. دابا السؤال، اش جاب لنا المكتب الحالي؟ زيرو ديرام. نبقاو على اشنو جي فعلا جات في الحقبه ديالك وتكلمت عليها وخليتك انك توضح حاجه. خليك تكمل اخر حاجه باش نختم بها، باش نختم بها. سي حسبان تكلم على كاس العالم الانديه، في الاول صحابو انا كنعرف صحابو اللي كيجلسوا في القهاوي كانوا كيقولوا كاس العالم راه ما جاش الكونت الراجا، راه كاس العالم الفلوس مشاو. وليت كنت باغي نسولك في منحه كاس العالم، لا باش تعرف قمه البلاده، قمه ديال البلاده ضروري تستعمل واحد قمه البلاد. قصح شويه في الكلام ديالك، حيت القمه ديال البلاد شناهي؟ هو ان الفيفا وما ادراك بالفيفا غتصيفط الحساب الفلوس لشي حساب اللي هو ما عنده علاقه بالنادي، هذا ممكن هذا راه تقول لواحد مسطي ما تيقش، ولكن كاين شي ربعه كيجلسوا في القهاوي كيجلسوا في الزرقطوني ما عندهم يدار، قابلين غير هادشي ما عارفين فين كيريحوا بعدا. انا كنعرف كلشي في الراجع باش تكون معك واضح، انا جاي انا مازال نهضر في هادشي. راه قمه البلاده ان الفيفا، تخيل معايا الفيفا غتصيفط الفلوس لشي حساب اللي عنده علاقه بالراجا، ما عليناش اسيدي. قلنا اليوم السي الشريف ها الرولفي باش الفيفا حتى
هاي 4 مليون ديال الدولار 8.20 درهم جاو الحساب ديال الرجاء 32,794. هذه جات الحساب ديال نادي الرجاء تحطات ومشات، بمعنى تحطات في الحساب ديال نادي الرجاء الرياضي. اذا هذه ما بقاش عندها فيها اشكال. ها هي انا علاش ديك 400 مليون اللي قال لك ناقصه؟ انا جاي انا راه شنقول لك، ما بغيتش تقلت حتى شي حاجه بودره. لا راه غنقول لك كلشي، انا غادي نتبع معاك ونيت انا غادي انت سيد انت انا هذيك 400 مليون اللي قال لك هو ناقصه انت غتقراها، ماشي انا اللي غنقراها. ها يا سيدي قرا، الله يرحم باك، هذه قراها انت. حنا دابا على المباشر الله يجازيك بخير. تكلف لا غير قرا، ما كنشوفش مزيان، قرا هذا الرقم 400 مليون. مزيان، شنو هي هذه؟ ويلا شفتيها تكلف. كوب ديمون سيكفونسيون، كوب ديمون اش من موسم هذا 2012 2013. اذا هاي التقرير المالي ديال 2012 2013 فيه 400 مليون ديال الكأس العالم الأندية، موضحة وموثقة بلا ما الوراق في الصفحة 11 التقرير المالي. فانيت من بعد غادي نطلب من المخرج مهدي، انا من بعد انا غادي يشوف اللي باش ان تثبت الورقه على المباشر فعلا، فالصور للفوتوكوبي ما كتوضحش. قراها راه تقدر تقراها، هي 2013 وبين 400 مليون الارقام، قيتيها انت، ولكن خاص ماكراش انا حتى الجمهور حتى هو يشوفها باش كل الامور واضحه بشكل كبير. جمهور الرجاء راه شايفها وعارفها. انا كنقول لك راني انا شوف انا الجمهور الرجاء بتواصل دائم مع المدرسه، وكنعرف العلاقه ديال المدرسه. حتى شي واحد غادي يجي اليوم بدا يبغي يدير لي واحد المشكل مع المدرسه، لان المدرسه كيعرفني شنو عطيت وكيعرف المدرسه شنو واقع. اذا السي العليم 2012 2013 ها 400، عاد تقول لي علاش درت 2013؟ حنا في الموسم 2012 2013 فزنا باللقب الازدواجيه. ملي كتفوز كدير المداخل ديالك اللي كسبتي في هذاك الموسم، من بينها المرتبه الاخيره ديال كاس العالم الانديه اللي هي كانت انا ذاك 400 مليون، كانت 500,000 دولار، كان الدولار طيح هي 400 مليون، حنا قومناها في 400 مليون كمداخل، واخا مازال ما دخلتش ولكن كتدخلها كمدخول، كتدخل في ذاك الموسم بحال البطوله كانت 300 مليون حتى هي مازال ما خديناش كذا كذا اكسيتيرا، ولكن كدير بانها كربح في هذاك الموسم. اذا ها هي كاينه بالوثائق وبالحجاج. إذن إلا عندك شي حاجة أخرى غير جبدة، حنا ما عندناش مشكل، وكاين وثائق أخرى، وكاين بزاف الحوايج. من بين الأمور اللي بغيت نتكلم فيها المضريقة، أنا كأس العالم يعني فضينا، يعني غادي كنشوف أنا الأسئلة ديال الجمهور كيقولوا اللي راه مخلي بودريقة كيتكلم فعلا اليوم، فهو هذا الحوار خاص ومباشر، ماشي فقط الجمهور الرجاء البيضاوي، فالرجاء البيضاوي راه عنده جمهور عالمي، يعني الكل كيتفرج فيه، فهذه فرصة للتوضيح الكشف على كل الأمور اللي غامضة وفيها الإشكال. آخر حاجة ومن بعد نعطيك الكلمة، راه خصك تعرف بان هاد الناس، لان راه ما كاينش غير حسبان بوحدو، راه كاين الناس وكاين الناس مورا حسبان وكاين مجموعه مورا حسبان، باش فهمت تعرف بان راه كاين حسبان بوحدو اللي ضد بدر، كاين ناس اخرين. هاد الناس اسيدي راه مشاو للمحكمه، مشاو للقضاء، دابا ملي كنوصلوا للقضاء سي الماكسيموم اللي توصل له. هاد الناس مشاو للقضاء ابتدائيا، راه ماشي تحكمات عدم اختصاص، تحكمات برفض الطلب. كاين فرق بين عدم اختصاص في الطلب، الناس القضاء يعرفوا هادشي. وفي الموضوع كتبات القاضي او القاضيه اللي كتبات في الموضوع، كتبات بان جميع الامور الماديه تم ضبطها وفق الضوابط القانونيه من 2012 ل 2015، وتعاود ترفعت نفس الدعوه. وانا ما فهمتينيش دابا، انا كنغير باش الناس تفهم، راه القضاء وراه مشى الناس عند القضاء ومشاو للمحكمه، مشاو للشرطه القضائيه. انا كنقول لك كثر مشاو عند الشرطه القضائيه ودار بحث ومشاو وكذا وكذا. هاد الناس اش كيلقاو؟ كيلقاو بان بودريقه مازال كيتسال 2 المليار. انا كنتسال 2 المليار الفرقه وما كنهضرش عليها. انت اللي جيت تهضر على حقها واحد 400 مليون ما عرفناش فين محطوطه. انا ما تقولش فين محطوطه، كنقول لك راني حاط شحال حاط ديال الفلوس. وبالتالي مشاو للقضاء، المحكمه حكمات ابتدائيا، هذا الشيء اللي قلت. مشاو للاستئناف، تحكم استئنافيا وانتهى الموضوع. اش داروا عاوتاني باش تعرفوا، انا شنو كنعيش. مشاو عاوتاني بدلوا المحامي وجابوا عاوتاني ناس اخرين وجابوا كذا وبدلوا الاطراف باش يولي اطراف اخرى وموضوع اخر وملف اخر، وحطوا الملف امام القضاء.
كنعاود ناكد ليك مخسره الملف ابتدائيا وانا مع هاد الناس فين ما بغاو يوصلوا يوصلوا، حيت علاش الكرش خاويه ما عندهم فين يشدوا، حيت الامور واضحه ومزوبه ومقدم مزيان. من بين النقط اللي بغيت نتكلم عليها فخليتك الوقت الكافي وحنا ممسالينش حتى نشوفوا الاخر سؤال للجمهور الرجاوي، يعني كتوصلنا العديد من الامور كيتكلموا الجماهير بلي بودريقه كياخذ وقت كثير، فهذه كيف ما تكلمنا هو برنامج خاص ومباشر للتوضيح العديد من الامور، ففريق الرجاء عنده القاعده ديال المتتبعين كبيره ومجموعه من الامور اللي فعلا بقات غامضه، من بينها السي سعيد السي محمد بودريقه، الامور اللي بغينا كلمو فيها هو الفترة اللي كنتي فيها تعاقدتي مع لاعبين من خيرة اللاعبين في البطولة الوطنية ولاعبين أجانب، ولكن خداو واحد لاصوم اللي هي ربما كبيرة واليوم ما بقاش قادر عليها فريق رجاء البيضاوي، وكيشوفوا بعض المتتبعين بلي هاد اللاعبين اللي 400 ب 500 مليون حاليا هما ما وصلوش ل 90 ولا 80 مليون، يعني كمالو أنك تعاقدتي مع لاعبين بواحد القيمة مالية كبيرة. شوف انا نكون معك واضح وتسبات مثلا في الاسماء، معنى ما تكون لا تسبات ولا نسبات، اذا جاك رئيس زيرو ديرا واخا تجيب لعابه ب 20 مليون يقدرش يخلصهم، اللي مرا اللعابه اللي تعاقد معاهم دابا المكتب الحالي ما يقدرش يخلصهم، باش نكونوا واضحين لعابه حاليين شكون هما اللي تعاقدوا معاهم دابا، يا ميق تمشي تسولو ما مخلصش، الحارس اللي جابو جديد ما مخلصش، اللاعبين الحاليين حاليين اللي الله جابوهم ما مخلصينش، اذا راه باش نكونوا واضحين. ولو في الفتره اللي كنتي فيها في الاخير يعني كانوا بعض اللاعبين ما تخلصوش، من بينهم عادل الكاروشي عبد الله الحفيظي، ربما الوقت اللي حبستي باش دير افتتاح الماليه. شوف اللاعبين الوحيدين الوحيد اللي كان عندي مع اشكال هو عبد الله الحفيظي والهاشمي، جوج اللاعبين علاش انا نجوم حتى هذه من صحاب القهاوي كيهضروا عليها ولكن انا نرد عليها، الحفيظي والهاشمي تعرف بانني في الرئاسه ديال هذوك الاسئله كيكونوا ماشي غادي ديال القهوه، يعني اسئله اللي فعلا الجمهور يعني كيسولوا فيها، لا لا ماشي يعني الجمهور لا شوف انا كنعرف الجمهور هذو اللي كيكونوا في القهوه ما غاديش يكونوا رجاويين بطريقه، لا 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 ماشي رجاويين، حاشا يكون اللي كيحارب الرجاء وكيسول صوره الرجاء حاشا يكون رجاوي، ما عليناش دابا باش نجاوب على كاع الامور، انا نجاوب الامور ما نخليو حتى شي حاجه اليوم تكون حفيظي والهاشمي لاعبين اللي عطاو نادي الرجاء الرياضي كيف ما عطاو لعاب اخرين، حنا اللاعب خصك تعرف بانني في الفتره الرئاسيه ديالي كانت كتربطني واحد العلاقه قويه باللاعبين، كنت ما كنخلصهمش، مثلا انا بالمعلم كنت نخلصو كنعرفو كيشد الفلوس كيخسرهم راه هو كاين بالمعلم، سولو عيط ليه وهو غادي يجاوبك، قلت له انت كاس العالم ما غاتاخذش الفلوس ها علاش متولي لا ميم شوز، اذا حنا كنا واحد العلاقه بين اللاعبين كتربطنا بهم كنخليو اننا نشوفو في المستقبل ديالهم، اول حاجه لا ميم شوز و اكسترا وداكشي طويل، واش كنت في المقابل ديال الفلوس شنو المقابل ملي كنجمعوا له، مثلا مشينا عند بالمعلم قلنا له شوف جات عندنا العائله ديالو با مو مرتو كذا اكسترا، مشينا شرينا له دار خدا دار في سونتر فيل، حنا نادي الرجاء اللي تحمل المسؤوليه باش شراها، يعني كنحاولوا اننا نعاونوا اللاعبين على ان المستوى ديالهم يكون في واحد المستوى اللي يكون جيد، بالمعلم العسكريين بتولي متولي في دار بوعزة، دونك بزاف الامور اللي حنا في هذا الاطار هذا حافظي والهاشمي كان عندنا معهم نفس الشكل على اننا نقادوا معهم نفس المزايد، شاءت الظروف على انني نغادر نادي الرجاء الرياضي، ما عندي ما ندير انني مني غادرت، لان شوف ما يكلف الله نفسا الا وسعها، انا كنت كنتحارب من جميع الجهات، خلقوا لي جميع الظروف باش نبدا نتحارب مع عباد الله، بديت كنقول واك واك عباد الله انا ماليش انا كنخسر غير الفلوس، انا غنمشي في حالي ونخلي الناس يديروا ما بغاو، خليتهم الفرقه ها فين وصلوها، ولاو كيدويو على 23 ولا كيدويو على 16 ولا كيدويو على 14 ولا تهضر القهاوي، ما بقاش ندوزوا للخدمه المعقول، اسيدي هذا الرجاء عنده 20 مليار واش نلقاو له الحلول؟ واجد اللي عنده ما يجبد شي حاجه باش نقلبوا على مستشارين مازال غندويو على الحلول وندويو على المرحله الثانيه اللي في الحوار أمور. نقطه اخرى بودريقه اللي نتكلموا فيها هو انك تخليتي على واحد المنحه ديال 100 مليون سنتيم بحكم ان جواد اسن ولاعب اخر اللي مشاو لشباب الريف الحسيني وما استفدتش منها فريق رجاء البيضاوي، صحيح كانت عندنا علاقات مع شباب الريف الحسيني ودرنا معاهم صفقات كثيره، من بينها انهم هما في ذاك الوقت الرئيس الحالي اللي كان تمايا اننا كان عندنا عقود مع لاعبين اللي كانوا كيسوا اكثر داك المبلغ، كان عندنا عقود مع لاعب كتساوي 150 مليون
اللهم ان نسامحوا ب 50 مليون وتبقى لاصقه فينا واحد 150 مليون. هادي داز هادي شوف هادي سيتي ديطاي تخربيق. سمحتي في 100 مليون واش كتقول لها 100 مليون 150 كتقول لها تخربيق؟ لا لا بالنسبه ماشي 100 مليون راه ما سمحتش 100 مليون راه ربحت 50 مليون يعني في هذاك الصفقه ما بينك وبين شباب عندي انا لاعب عندي ما عقد ب 200 مليون عندي ما عقد 200 مليون لقيت واحد الفريق غادي يخدم معايا المصالح ديالي باش نتفك من ديك ال 200 مليون بالفعل هذاك العقد ولا عند شباب الحصين وانا ربحت ال 200 مليون راه عاش كنقول انا الحسابات راه الا مشيتي لاكتيف غتلقى ربحت 150 مليون ولكن مع ما كد مع واحد امي ما كيفهمش التقارير الماليه شنو الحلول ابو طريقه يعني الكل شيء كيتكلم واخا هالارقام هالامور يعني اللي كشفتي عليها بالوثائق فعلا هما اللي كاينين اللي عندنا غادي يتم البث ديالهم على الصفحه الرسميه للقناه كاينه متابعه حاليا كبيره وكبيره بزاف وكنشكر كل المتتبعين الحلقه هذا البرنامج بالاسئله ديالهم اللي كانت فعلوا معها مباشره مع ضيفنا لهذا الحلقه محمد بودريقه الرئيس السابق لفريق رجاء البيضاوي وربما يعني كيوجد عنده مشروع عنده برنامج بودريقه واش باغي ترجع الرجاء البيضاوي مباشره يعني صريح جواب صريح لا لا يعني تخليني دابا غتخليني محمد نشوف فيه غنشوف جمهور الرجاء باش الناس تشوفني ونشوف راحتك الجمهور خذ راحتك انا دابا انا كنتكلم مع جمهور الرجاء دابا والجمهور الحقيقي اليوم هادشي اللي كنعيشوا فيه هادشي اللي كنعيشوا فيه اليوم في نادي الرجاء الرياضي راه محنه خطيره واليوم فريق الرجاء الرياضي وصل لواحد الحاله لا يرثى لها لا بالنسبه للصوره ديالو لا محليا ولا لا محليا ولا افريقيا انا الناس كتعيط لي اليوم من المانيا من اسبانيا يعني هادشي خطير اذا الحلول ديال هادشي هو ان اولا خاص حسباني اعلن على جامعه 6840 ساعه قالها في الندوه الصحفيه خصو يطبقها اولا الاعلان على جمع عام استثنائي في 48 ساعه ثانيا جميع العقود اللي كاينين مع اللاعبين الحاليين خصهم يبقاو وما يبيع حتى شي لاعب علاش ثالثا غير يمشي بحالو حيت خاصو يمشي بحالو غير يمشي بحالو ثالثا ما يجلب حتى شي لاعب ويدخل سوق راسو ويرتاح رابعا عقد اللي عنده مع المدرب الحالي خصو يتلغى لان مازال كاين عقد مع محمد فاخر وهاد محمد فاخر الناس اللي غادي يجيو عندهم اتصالات مع محمد فاخر وانا اتصلت بمحمد فاخر ودويت معاه هذه حصريه يعني كان انا حصريه اللي بغيتي يعني كان نقاش ما بينك وبين محمد فاخر انا كنقول المدرب الحالي خص تعرف جمهور الرجاء بان هذا المدرب دار معاه عقد ديال عام فيرم استاذ 300 مليون باش يتخلص من الفيفا وبالتالي هذا العقد ماشي اومولوجي خصو يحبسو وانا كنقول ليه من هذا المنبر السي حسبان اولا عندك من هنا للثلاث من هنا للاربع حتى انا جمع عام استثنائي تحط السويرتات وتمشي بحالك ما قادش عند الفرقه سير الله يسهل عليك انا محمد بودريقه كنقول لك انت قلتيها اذا كاين رئيس ولا كاين كذا انا نعلى 48 ساعه انا كنقول لك دابا اليوم انا عندي الفكره ديال العوده لنادي الرجاء الرياضي انا كنقول لك مباشره كيفاش غدير الرياضه السياسه بطريقه اشرح لنا هاد الامور خلي دابا خليني دابا من السياسه ونهضر معك دابا مع الجمهور اللي كيعرفني انا عندي الفكره العوده للرئاسه ديال نادي الرجاء الرياضي مش انا اللي باغي انا والله ما باغي ولكن حبا في الفريق حبا في هذاك الجمهور حبا في هذيك الصوره اللي دار معايا الفريق في كاس العالم الانديه وديك الفرحه وديك الناس يخرجوا في الشوارع وكذا وكذا كان اجد نفسي مضطرا على انني نجي بعد ما خليت للراجه في يد ناس داروا فما بغاو هاد السنه ياك خرجوا الافكار ديالهم ياك تكلموا على داكشي اللي عندهم الضمير ديالك مضريخ خلي كاع اللي داروا ياك كاع داكشي اللي قالوا حنا غنديروا حنا غنفعلوا حنا عندنا الرجالات حنا عندنا كذا حنا عندنا كذا خليناهم ما داروا والو واذا به بما انهم داروها ضربوها في الحيط خصهم يقولوا ويعترفوا ويخلوا الراجه تخدم بسلام ويخلوا الناس اللي قادرين تخدم ويمشي في حالهم اذا انا كنقول لك باش نلخص راه الراجه اذا بغات تدي اللقب الموسم المقبل
الا بغات اننا في الكاف نمشيو ابعد مستوى في الكاف ونرجعوا للواجهه الافريقيه، اذا بغيتونا نرجعوا نحكموا عاوتاني خاصنا جوج حوايج: اعلان على جمع الاستثناء في 48 ساعه، العقد ديالو مع المدرب يتلغى، انا كنقول له خصو يتلغى داك العقد ديالو مع المدرب، وثالثا اعقاد جمع عام استثنائي وانتخاب الرئيس، والسلام عليكم ورحمه الله. علاش ما وقعتيش على وثيقه سحب الثقه مع المنخرطين بخصوص سعيد حسبان؟ توقعت على الوثيقه لانني ماشي منخرط. علاش ماشي منخرط؟ لا، لانه هو السي حسبان رفض الانخراط ديالي، ولكن انا مشيت للمحكمه وتوصل العون القضائي، توصل بانني كنطلب الانخراط ديالي وكذا وكذا وكذا. دابا شوف هذا الهضره كلها ديال المنخرط ماشي منخرط، عندنا ما نديرو بها، بغينا نتكلموا في كل شيء، كل شيء عندنا ما نديرو بها بطريقه. اليوم غنتكلموا على كل شيء. تكلمنا دابا الحوار ديالك مع فخير. لا انا خذ راحتك، انا ما حتى شي حاجه ما نزلها. شوف 20 مليار 60 مليار 80 مليار 100 مليار 1000 مليار، دابا في المساله دابا الكتبه طلعات، حط سوارت وزيد الله يعاوني. تكلف بكل شيء، تكلف هنا بنك المغرب. هو هادشي اللي بغينا نعرفو، علاش ما البرنامج ديالك؟ اسمع الناس تقرا 23 مليار والامور هذه، وهادشي اللي تكلمنا فيها دابا قاد بالمسؤوليه. شوف محمود السعد عندك برنامج ديالك، تكلم مع فخير موجد كل شيء. انا تكلمت مع فخير. شنو النقاش اللي ضربناه؟ دابا شوف خلي دابا تكلمت مع فخير، انا كنت تكلمت مع فخير دابا الموضوع ماشي هو هذا. دابا الموضوع انا قلت لك ثلاثه الحوايج: ما يبيع لعاب ما يشري لعاب، يلغي العقد ديالو مع المدرب، يعني على جمع عام استثنائي، ويسد فمو وسال الفيلم. سالينا دابا الهضره كلها معنا ما نديرو بها، هاد الوراق هادو كله غنعطيه لكم، وسالينا البرنامج صافي. دابا الهضره سالات، مازال واحد النقطه اخرى. اسمع مازال واحد النقطه اخرى ابو دريقه. شنو اللي جاي دابا؟ اللي جاي هو انتدابات، معسكر تدريبي، الفريق تهيؤ، مباراة دولية مع فرق إسبانية وكذا وكذا، نعاود نحيي وكذا. ولكن راه الجمهور راه ماشي نلقاو 5000 6000، أنا كنوجد غير الجمهور. أنا راه كيما نضحي على المستوى المادي والمعنوي ونضحي في العمل، خاص حيدوا عليا الفيسبوك. شد الفيسبوك، الهضرة في الفيسبوك مكيناش، الهضرة خاص تكون في الواقع. يجي الناس يتفرجوا، يخلصوا لي كارت دابونمون، يجيو يشجعوا الفريق، وكنا حنا كرجاويين نرجعوا الفريق الهيبه ديالو اللي مشات مع الكون هذا. فين غادي يكون معسكر تدريبي بودريق؟ شفتوني انا تعقد الجمعه ترجع. لا كنتكلم معاك انا في النقاش، شنو موجد كبرنامج يعني. الدراجه كيعرفني انا فين كندير، غادي يكون في افران. انا ما كنديرش معسكرات في الجرده. اسمع، انا راه ملي كندير المعسكرات راه درتها في تركيا، درتها في اسبانيا، درتها في هذا. الناس راني نقلت المقابلات الوديه على المباشر في القناة رجاء تي في، وبزاف د الحوايج. أنا مبقاش ندوي بزاف. دابا أنا راه قلت ثلاثة د الحوايج خصهم يدارو، 23 26 100 مليار 1000 مليار، سالينا هذا الفيلم. دابا فيلم جديد. كنا حضرنا لمباراة الديربي وشفنا كاين كيفاش كنتي متبعها، وفي حديث لي معاك يعني في المدرجات، يعني الأمور اللي ربما بقى في كل حال فيها وما تفاعلتيش معها فيها. أنا الدعوة اللي كانت جاتك من إدارة فريق الوداد البيضاوي، هذه نقطة إيجابية بطبيعة الحال اللي كتثبت على الروح الرياضية ما بين الفريقين، وبالاعتراف بالرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي، ولكن ما جاتش من إدارة المكتب المسير الحالي للرجاء. كيفاش اعتبرت هذه الامور هذه؟ لا شوف، الشيء دابا هذا العام كاع داكشي اللي دوزنا مع المكتب الحالي، انا كنقول خصو يمشي لسندات المهملات، لان ما دوناوش شي حاجه اللي بقى يذكرون بها التاريخ. واش ماشي؟ اولا رفض انخراط الرئيس السابق، ثانيا الدعوه لحضور المقابلات. انا ولدي كان كيبغي يتفرج، كنت نمشي له الورقه وندخل عادي، ما كاين حتى مشكل، كنت نصيفطو مع الناس ويمشي. انا ما كنتش نمشي لاسباب كذا كتعرفوها. في المقابله الديربي هاك انا اتصل بيا الرئيس شخصيا وعطاني الدعوه، عطاني دعوات لحضور المقابله، وانا بغيت نمشي نتفرج، ما كاين لا ضغط ما كاين حتى شي حاجه، ومشيت حضرت.
المكتب سامحهم الله شوف هذا الديتاي هذا ما بغيتش تدخل فيه. واخا ندخلوا في امور اخرى. كيفاش حاليا علاقتك مع الجامعه، مع النائب رئيس الجامعه، مع رئيس الجامعه؟ كيفاش هي امورك الان بعد ما خليتيها الموسم الفريق؟ الحمد لله علاقتي بالجامعه هي علاقه ممتازه، علاقه جيده، ما عندي حتى شي اشكال مع الجامعه لا مع السي فوزي القزاع، ما عندي حتى اشكال. غير دار الجامعه الجديد دابا ديال الجامعه نتمنى لهم حد موفق. اذا الامور بالنسبه لي امور عاديه، ما كتحتاجش شي حاجه ديال التوضيح. نعم. النقطه اخرى اللي بغينا نتكلموا فيها هو الجمع بين الرياضه والسياسه، نقطه اللي كلشي غادي يتكلم فيها وبعد نهايه الحلقه كلشي. انا متاكد انا غادي يكون واحد الحديث فيها. واش عندك تفسير فيها؟ دابا انا نتكلموا فيها مزيان. دابا الفيلم الهندي الناس دابا الكاميرا كتشوف فيها، دابا الفيلم الهندي اللي غيجي، الفيلم الهندي حتى انا كنعرفو، الفيلم الهندي اللي غيجي دابا هو بودريقه دار بلاغ كيقول فينا كيفصل بين السياسه والرياضه وبين كذا وكذا، ودابا اليوم كيرجع وكذا وكذا. انا ولكن ماشي فيلم فعلا، راه كان بلاغ كتقول بين فصل الرياضه. انا قلت انا كنقولوا وكناكدوا انا هكا، انا دابا انا هكا، انا مسؤول في حزب التجمع الوطني الاحرار، ها وحده جوج عندي مسؤوليه سياسيه، كنجي لنادي الرجاء الرياضي انا كنقول ومضطر ماشي باغي، انا كنجي مضطر باش نرجع الفريق الهيبه ديالو ونرجع للمكانه ديالو اللي كان فيها قبل. وبالتالي بغاو الناس مرحبا، ما بغاوش انا راه يتحمل المسؤوليه ديالو. متفقين؟ غنشوفوا واش متفقين مع الجمهور فريق الرجاء البيضاوي. اكيد كلشي عقل على الاحداث اللي كاينين، ولكن الفتره اللي كانت تعرضت انتقادات كبيره بودريقه، واللي انت قلتي انيت على المباشر انك وصلتي لدرجه انك طجيتي، يعني الحسبان دابا في الندوه الصحفيه كان كيتكلم بلي كان كيتحارب في اشاره مباشره ليك ولبعض المنخرطين، وانت في ديك الفتره ايضا كتكلم بلي كنتي تحاربتي. واش اي رئيس كيجي لفريق كبير عالمي بحجم فريق الرجاء البيضاوي الا وكيدي يتكلم يعني كانوا كيتحارب من بعد ما كيدخلوا للنتائج السلبيه؟ شوف سي كاين فرق كبير. دابا انت بغيت تقارن بحسبان وما فهمتش علاش. دابا المهم شوف سي حسبان كيتكلم على ان الناس كيديروا فيه الوقفات الاحتجاجيه انهم مدفوعين ياك كيتحارب مزيان. واش تحارب حتى من عند الرؤساء السابقين حتى هما وقعوا العريضه، معلم ان اوزار كان كيسير معاه ثلاثه، واش ملي خدا 10000 درهم اسبيس كان معاه شي واحد؟ كان معاه حتى واحد، راه فيديو لا يمكن انكاره. السيد جاب له قهوه، جاب ماكينه ديال القهوه ياك، ماكينات جابها بلي فاكتور وعطاها النادي كهديه كتشفره. واش هو كان حاربو خمسه؟ واش الفلوس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم هي اللي كتسير الموارد الماليه ديال النادي؟ هي الجامعه اللي كتسير. سي فوزي رجع هو الرئيس الحالي ديال الرجاء، هو اللي كيسني لي فيرمون هو اللي كذا، والفلوس ملي جاو من الجهه حتى راه هذه راه صبه في حق الرجاء. الوداد كتعطيها 700 مليون في الحساب ديالها، والرجاء كتعطيها 700 مليون في الحساب ديال هذا. قال لك حقا راه ما يمكنش كذا، لا حقا راه الحساب محجوز، هذه كذوب. انت الحساب كون بغيتي تصوبو راه تصوبوها ب 200 300 مليون تخلص دوك، حتى شي ياك مليار و 400، عطي الناس 400 مليون ولا 300 مليون ويقول عندك حساب مصوب. اذا انت اكسبري ما بغيتش تصوبو، ولكن خاصك تعرف بان المسؤولين اللي عطاو الفلوس هما اللي ما بغاوش يعطيو الفلوس في حساب ديال الرجاء على حساب داك الموضوع اللي وقع ديال 10000 درهم ليسبيس. يعني الثقه ولا اشكال ديال هاد المساله هذه؟ لا مساله ديال الثقه طبيعه الحال، مساله ديال الثقه، مساله ديال عده اشياء اللي وقعت. دابا حنا اش كنهضروا؟ راه الثقه هي كلشي. الا فقدوا فيه الى المؤسسات الاقتصاديه كيفقدوا فيه الثقه راه صافي، راه مشى كلشي، راه ما بقى حتى شي حاجه. كيفاش كتشوف مشاركه الوداد البيضاوي في عصبه الابطال؟ انا الله يخليك خليني في الرجاء، انا ما والله ما كنشوف شي حاجه، انا كنشوف غير الرجاء. ما بدلتك شويه السياسه؟ السياسه انا ما دابا علاش كتبغي تدخل في الموضوع السياسه يعني واش ولا كتقبل يعني ما بقيناش كنشوفوا البودريقه اللي كان هو رئيس، هو مسؤول، هو مستثمر، عنده واحد الاسم بودريقه المعروف يعني في المغرب ومعروف على الصعيد المغربي باستثمارات مجموعه من الامور، ولكن ملي كنجبدوا الرجاء نجبدوا الوداد اللون الاحمر كيولي بودريقه اخر.
يعني لا لا لا. انا سؤال يعني واش بودريقه بدلات فيك هاد الايام الاخيره شي حاجه؟ يعني ما بقاش خاصه ولكن بين قوسين كانوا بعض المصطلحات اللي خلقوا جدل كبير في التصريحات ديالك. شوف شوف هذاك الشيء ماضي سالينا وفضينا وسالينا منه. الوداد اليوم كيلعب مشاركه افريقيه، نتمنوا له واحد الموفق في داكشي اللي بغى. فاز في المقابله، عنده مقابله ما عرفتش يمكن الجمعه ولا السبت، الجمهور ديالو غادي يحضر غيشجعوا ان شاء الله. نتمنوا له واحد الموفق يوصل النهائي ويدي الكاس ويمشي لكاس العالم وكذا وكذا، الله يسهل عليهم الله يعاونهم. حنا سال الوداد تهضر على راسك، انا بعدا كنهضر على راسي، علاش كنهضر على الاخر؟ هضر على راسي انا بعدا. واش واحد في عصبه ابطال وكذا وكذا واحد نضار مع باقي ما داش كونسونطراسيون، اذا سنفكوا مشاكلنا حنا. فكرتي فين دير كونسونطراسيون؟ ما بغيتيش تجاوبني بودريقه، ما بغيتيش تجاوب الجمهور. يعني حاليا انا كنعرف انك ترشح نفسك، رشحتي نفسك مباشره انك ترجع للرجاء البيضاوي، ترجع لهيبه الفريق الرجاء البيضاوي. لا شوف انا اقول لك قضيه، الوقت لا يرحم. انا ملي جيت الرجاء في 2012 جيت بهدف معين، كان كاس العالم الانديه. اليوم اذا كنتكلم الى عندي النيه وكتكلمت على العوده ديالي لهذا فهي مشروطه على ان السي المكتب الحالي خصو في اجل 48 ساعه يعلن على جمعه 48 ساعه. علاش؟ حيت ما عندناش الوقت، حيت ما عندناش الوقت، حيت غادي يجي شهر 8 وحنا باقيين ضاربين الرئيس كذا اللائحه كذا. لا حنا هذا الفيلم خصنا نكونوا ساليناه، اللاعبين خصو يكونوا كيترينيو. اليوم راه الفريق الواحد اللي مازال ما بداش هو الرجاء، الفرق الاخرين بداو خدامين وبداو كيشتغلوا، حنا باقيين ضاربين واحد 400 في تقرير في 2012 واحد هذا واحد كذا. تدوي مع المعقول، تسير جيب اللعابه، سير جيب لاعبين افارقه يجيو يشاركوا، الاجانب يجيو يلعبوا معنا ويكونوا انتدابات قويه واحياء كذا ومقابلات وديه المركبه مفتوح. اذا عاود نبقاو نهضروا على التفاصيل، خصنا ندوزوا للخدمه والمعقول. وشكرا شكرا لك، شكرا لك محمد بودريقه على قبولك الدعوه والصراحه ديالك، يعني اللي عودتي للجمهور المغربي بصفه عامه ربما وقيلك الصراحه ديالك كانت جبدت لك العديد من المشاكل. وكنشكرك بالتفاعل ديالك يعني الجراه ديالك في هذا اللقاء هذا، وكنضربوا الجماهير المغربيه لموعد جديد في حلقه اخرى. وشكر خاص للطاقم التقني والمخرج لحلقه البرنامج، شكرا مرة أخرى وإلى اللقاء مشاهدي الكرام.